بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أحبابنا المستمعين. مرحبا بكم على إذاعتكم ميد غاديو على برنامجكم نصيحة أمل. نتكلموا اليوم على كيفاش أننا نستجلب الطاقة الإيجابية من الدعاء. فاستجلاب الطاقة من الروحانيات ومن العلاقة بالخالق سبحانه وتعالى ومن الكون اللي خلقه الله عز وجل، ومن التفاؤل كذلك ومن التفكير الإيجابي، هذه كلها من أعظم الأمور اللي كتحقق الإنسان الراحة وكتحقق له التفكير الإيجابي الذي يخدمه في الحياة. لكن شريطة إلى أحسن إنسان توجه لهذه المصادر وإذا ما وضب على الاستفادة منها بطبيعة الحال. ومن أهم الأمور اللي كتجلب الإنسان كل الطاقة الإيجابية هو الدعاء. فطاقة الدعاء طاقة كبرى وطاقة علوية فائضة جدا، كتجعل الإنسان تيكون في واحد المستوى رائع من الأحاسيس، فائض الأحاسيس، فائض التفكير الإيجابي وفائض التفكير الإيجابي العلوي بالخصوص. والطاقة دي الإنسان كتولي طاقة اللي هي مريحة، وكتولي الهالة دياله الداخلية والهالة الخارجية متناغمتين ومستقيمتين. فإذا شنو هي هاد الفوائد ديال الدعاء؟ أولا، الدعاء هو يعني توحدك مع الكون، توحدك مع الكون اللي هو كيعترف بوجود الله عز وجل، والمعترف بحقيقة الكون، بحقيقة الخالق عفوا. فلما كتدعو انت وكتبقى في واحد الحالة من تركيز في الدعاء وكتبقى متوجه إلى الخالق سبحانه وتعالى، راه لا شك انت كتكون في واحد التناغم وكتكون في انسجام مع أعضائك الداخلية اللي هي مسبحة بحمد الله، ومع الكون ككل اللي هو يسبح بحمده عز وجل ويعترف بوجوده وبخلقه سبحانه وتعالى. فإذا هنا هالدبدبات اللي كتسبح في الكون، هالدبدبات اللي كتنطلق منك انت كإنسان، تتناغم وتلتقي مع دبدبات الكون وكتوافق وتحقق ما تريد، تحقق ما تريد من الراحة، تحقق ما تريد بطاقة الجذب من خلال أنه كتحقق الأهداف ديالك. وهذه سنن كونية لا يمكن فصلها عن عطاء الله عز وجل وعن إرادة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل اللي يجعل واحد السنن كونية، واحد الأسباب من ضمنها هاد الأسباب هادي اللي هي فيها تناغم بين دبدبات الإنسان ودبدبات الكون. فإذا هناك يحصل واحد تناغم رائع جدا وجميل جدا مع الكون ومع ذاتك انت كإنسان ومع طاقتك الإيجابية اللي بغاك الله عز وجل تكون عليها. ثانيا، شنو هي الفائدة ديال الدعاء؟ الدعاء هو مطالب واضحة المعالم. فلما كتوجه إلى الله سبحانه وتعالى كتقول أنه بغيتي كذا وكذا وكذا، إذا كتكون هاد المعالم ديال هاد المطالب واضحة، وبالتالي كيكون تعبير على أهدافك. هذا كيتسمى مجموعة الأهداف اللي أنت كتطمح لها، فكتحول همومك إلى أهداف مطلوبة عوض أنها تكون مخزون طاقي سلبي لكي أثر عليك سلبا، وبالتالي كترتاح نفسيتك وكتبعد على التشويش والغموض. كثير من الناس يحسوا بأنهم ما مرتاحينش، بأنهم مقلقين، ما عارفينش نفسهم علاش مقلقين. لو أنك استعملت الدعاء، لو أنك توجهت إلى الخالق سبحانه وتعالى ودرستي الأهداف ديالك وتكون واضحة بينا، لا بساعدت بشكل كبير جدا على هالطاقة السلبية اللي فيها التشويش. فإذا الدعاء هو عبارة عن أهداف واضحة جدا. فبطبيعة الحال هنا في فلسفة النفس البشرية، لما ما كتكون شيء عارفة شنو بغا، كتلقى بأنها كتحس بنوع من الكآبة، نوع من الحزن، نوع. أما الناس اللي كتلقاهم واضعين أهدافهم وكيطلبوها من الله عز وجل، سبحان الله، لاحظوا هذا الأمر، كتلقاهم ولو عندهم مجموعة مشاكل ومشاكل كثيرة لكن كتلقاهم مرتاحين تناغمين، تقول والعجب، شو هو يلجع عود لك وحكى لك يعني المشاكل اللي عنده، ستلقاها كبيرة، ولكن شنو ستلقاه تيقول؟ تقول لك أنا يقيني في الله تعالى، ربي غادي يفرجها عليا، أنا يقيني في الله تعالى غادي يعطيني كذا وغيعطيني كذا وغيعطيني كذا، وكتلقاه مرتاح ومبتسم وضحك. في حين الإنسان اللي ما كيترجمش الهموم ديالو أو للأهداف ديالو إلى واقع من الدعاء، إلى أهداف مكتوبة ومرسومة وكيدعي بها الله عز وجل، ستلقاه بأنهم ما مرتاحش، ما ماشي هو هذا. وهنا تلقوا بأنه هذا الأمر ترجموا لنا الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، لما جعل الغاية من فعل من إقامة الصلاة مترجم بكلمات. شو يقول الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم؟
تقول أرحنا بها يا بلال. إذن إقامة الصلاة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم هدف، وهو أرحنا بها يا بلال. إذن عرف الغاية من الشيء عليه الصلاة والسلام وصاغه في كلمات، ولهذا كتبين لنا بأنه صياغة الكلمات لها تأثير، وتأثير كبير جدا وتأثير مؤثر على الصحة النفسية والجسمية للإنسان. معنا للا زهرة من وجدة أو المكالمة. مرحبا. ألو، السلام عليكم. لالا زهرة معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. الله يبارك فيك، ربي يخليك، الله يبارك فيك. ربي يخليك، الله يفرحك لالا بلقاء النبي. مرحبا مرحبا بك، أهلا وسهلا، تفضلي. إيه تفضلي لالا راس العين. تفضلي لالا زهرة، مرحبا بك. بارك الله فيك يا أمي. انا ما عندي مشكل ديال العضله، خوف تؤلم. كنخاف من اي حاجه، عندي خوف من اي حاجه. لا اله الا الله. شا عندك من عام زهره؟ عندي 28. شنو الانشطه اللي كدير؟ باجي عندي شي ضياف، سمحي لي قطعتك. اييه تفضلي. الا باجي عندي هكا شي ضياف ولا كنقعد معاهم ولا نهضر معاهم، ما كنقدرش. مزوجة لا زهرة؟ لا باقية بزوجة. مع من تتعيشي في الدار؟ مع من تتعيشي؟ شفتها. خوتك علاقتك بهم كيف دايرة؟ شوية العلاقة ديالي شي كنتما، يعني خواتاتي وهادي كتعرف شوية لهم. كتخدمي انت يا زهرة؟ لا غير كنت. شحال هادي باش نقطعتي على الدراسة؟ لا اختي انا ما كنقراش. انا كداك عمرك ما سبق لك قريتي؟ ما عمري قريت. وعلاش؟ شنو السبب اللي خلاك ما تدخليش المدرسة؟ لا اذا ديالي ما تدخلونيش. لا اله الا الله. انتم في وجده بالضبط ولا في النواحي؟ لا في النواحي. انا في المدينة. ماشي نعم في المدينة، وسط المدينة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه هذا حق من حقوقك أنت ومن حق كل طفل على والديه أنه يقرأ. فنسولك لالا زهرة، واش خوتك حتى هما ما قراو شي؟ لا خوتي قراو. أنت صغيرة؟ لا أنا ثانية. وعلاش خوتك قراوهم وأنت ما دخلوكش المدرسة؟ ما الأب ديالي الله يرحمه ما عندهم البناتين إلا قراو عيب. لا اله الا الله. كيقراو غير الدراري ماشي. ايه ولاد عائلتكم حتى هما نفس الشيء ولا كاين شي اختلافات؟ شويه كاين اللي قاري كاين اللي قاري. واخا زهره دابا انت قبل كان الاب ديالك اللي متحكم في قراراتك ياك، وعائلتك اللي متحكم. الاب ديالي، وسمحي لي قطعتك، الاب ديالي وما طبا. كداك. الوالده ديالك عايشه ولا توفات؟ لا عايشه، حيت الاب ديالي تيجوج نفسه. ايوا. وماماك ما كتهضر شي ولا سي عندها نفس الفكره؟ ما كتهضرش، عاد هي عندها يمكن الدراري جات ليا بالنسبه ليا انا، يعني هما اللي جات خصها. لا زهره، نقول لك واحد المساله ديال عزاز ولا ما عزاز شي، ما نقدروش نقول ان الوالدين هذا عزيز عنده وهذا ما عزيزش شي عنده. راه كيف ما تقدرش يعني تدافع عليا ولا شي حاجه ونقول الاب ديالي. ما يعنيش انك ماشي عزيزه عندها، ما يعنيش انه ماشي انت عزيزه عندها. لا المهم، على كل حال انا سقسيتك على الماضي باش نعرف واش كان اختيارك، واش كان اختيار اخر، واش البيئه اللي فرضت عليك، واش كذا واش كذا. اذا حنا ولاد اليوم كيف تنقولوا ياك، الانسان الماضي ديالو ما كيبقاش تيجروا معاه لدرجه انه تيكون محبط ليه. اللي بيدينا الان هو الحاضر والمستقبل باذن الله زهره ياك. اذا انت واش عندك قناعه من القناعات اللي كتجذبك الان؟ واش انت كتمني بانه تحققي شي حاجه من الاهداف اللي ما حققتيهاش في الماضي مثلا، او لا كتحسب راسك محتاجه لها دابا ومحتاجه لها في المستقبل؟ شنو الاحوج الامور لنفسك؟ شنو الحاجه اللي كتحسي بها مليحه عليك؟ معايا زهره؟ معاك اختي. نعم نعم. سمعتي السؤال؟ الاهداف بزاف اختي. بحالاش؟ يلا نترجموا هاد الاهداف.
يعني كنت نقرا وما نخدم ما خلاونيش يعني اي حاجه كنبغي نديرها ما كيخلوني. واخا دابا انت تبارك الله بنت ديال 28 سنه قادره بانه غادي تقنعيهم بانه انت خصك تقراي. باش تقراي يعني راه اقرب مؤسسه ممكن تقراي فيها، ممكن تمشي ديري محو الأمية في المساجد. الحمد لله يعني هذا الأمر ولا صبح متاح، متاح للجميع، لأنه ما كاينش شي حي اللي ما فيش شي مسجد، وما كاينش شي حي اللي ما فيش مسجد وفيه محو الأمية. إذا غادي تمشي، الخطوة الأولانية هو أنه غادي تمشي بنية شنو هي طاعة الله. إلا مشيتي بنية بأنه بغيتي تاخدي العلم لوجه الواحد الأحد، راه ربي غيوفقك وغيعينك. فهمتي يا زهرة؟ هذا هو الهدف الاولاني اللي غادي يجيب لك امور اخرى، غيحيد لك ديك الحشمه، ماشي مقصود الحشمه، مقصود يعني الخجل اللي ماشي ايجابي، وغتولي كتواصلي مع الناس، وغتولي عندك ثقتك بنفسك اللي كتولي كتبنيها بشويه بشويه. شوف زهرة نقول لك، راه ماشي عيب انه نعيشوا في واحد الظروف ربما اللي نقدر نقولوا انها تفرضات علينا. اللي عيب هو انه نبقاو قابطين يدينا وما نحركوش يعني طاقتنا باش نحسنوا من وضعنا، هذا هو اللي عيب. يا كزهرة كملت الأسئلة أختي أمل. تفضلي زهرة. مرحبا. المهم كنت بدات واحد الكتاب وبغي نجي نجي هادي والعائلة ديالي فقت عليا أنو يخطبني. أها. المهم في واحد فهمنا مدة عام. ما كنسمعكش مزيانة زهرة. كنت فهمنا مدة عام. إيوا. أها. المهم بقى واحد المشكلة عندي في العائلة أنايا، العائلة ديالي خطبتني ومشاو ليا يعني بغي يخطبولو. يعني استقلنا عندي تفاعل خطبون. ايوا دابا يعني عندي بنات صحاب ليا ما صعب النسبة ديالي محكمة بزاف. اها ما كناش ما كناش ولاد. هاد الامر هين يا زهرة، عرفتي علاش حاسة انت هاد الاحساس؟ وان كان باقي عندك سؤال ثالث نجاوبك على هاد السؤال. حيت انت ما عندكش علم، هنا ماشي هذه صبا ولا معياره ولا لا 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 لا، اي انسان تيكون عنده نقص وخصص في موضوع معين، ولا تيكون عنده عدم علم بامور معينه. فانت باقي ما دخلتلكش البالك بانه زواج راه رزق، زواج رزق بحاله بحال الماكله، بحال الشراب، بحال العمل، بحال اختيارات متعدده اللي كتكون عندنا في الحياه، اللي عندنا فيها دور في اختيارنا، ولكن كاينه شي امور اللي هي كتكون فوق طاقتنا. ما كاينش فينا شي واحد اللي اختار والديه، فاذا والديك رزق. ما كاينش شي واحد اللي اختار اللون ديالو، فاذا اللون ديالك رزق. ما كاينش شي واحد اللي اختار باش غادي شنو غادي ياكل وهو طفل، اذا هذاك رزق. اذا كاينه امور كثيره اللي هي مفروضه علينا، اذا مفروضه علينا بشكلها الايجابي، لان الله عز وجل هو اللي خطها لنا سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ لحكمه ارادها الواحد الاحد. اذا شنو علاش قلت لك لالا زهرة خصك تمشي وتعلمي وتقراي؟ الا تعلمتي وقريتي غترتاحي، ترتاحي بزاف. حين شنو اللي كيخلينا مقلقين وما راضينش بالوضع ديالنا وما راضينش؟ علاش هذا كان جاي يخطبني انا وما بقاش خطبني انا، ولا ما بقاتش كملات الخطبه والزواج ومشى تزوج شي وحده اخرى وانا متاثره؟ اولا لانه باقي ما تقبلتيش الامر، وخصك تقبليه، لانه لو ان الله عز وجل بغى يجمعكم لا جمعكم سبحانه وتعالى. بزاف الناس اللي كتوقع بيناتهم عوائق كثيره وفي نهايه المطاف كيتزوجوا، وكاين ناس كثار اللي ما عندهم حتى شي عوائق ولكن ما كيتجمعوش لاسباب تافهه وهي علاش. اذا هنا بطبيعه الحال كاين امور اللي كتعلق باسباب اللي هما كيخوضوها، ولكن كاينه قدره الله سبحانه وتعالى فوق كل اعتبار. كاين الايمان بقضاء الله وقدره، امني بهذا القضاء وهذا القدر ما دام عائلته ما بغاوك شيء، والا الله سبحانه وتعالى جعل هذا الامر سبب، لانه ربما اذا تزوجتي بهذا الشخص هذا ما غتكونيش سعيده. الا تزوجتي به ممكن ترى مشاكل بينك وبين عائلته، واش تمني انه تزوجي به وانت واخا حين تتبغيه وحين كذا وحين ترتاحيتي له كذا وتولي عندك مشاكل مع عائلته، وانت تقولي يا ريتني يا ريتني كون غير ما تزوجش النهار الاول وما حصلتش في الوليدات وما كذا وما كذا كيف تيقولوا الناس. إذا قولي الخير فيما اختاره الله، قولي يا ربي يا ربي أنا رضيت بما اخترته لي، يا أرحم الراحمين ارزقني زوجا صالحا يسعدني ويحبني. هكذا بقيت تدعي بهدف معين، راه ماشي غير السعادة مرتبطة بشخص واحد، عمركم ما تجعلوا السعادة مرتبطة بشخص واحد إطلاقا. الله تعالى إلى حييت شي واحد من طريقك عرف بأن الله تعالى مخبي لك ما هو أفضل ما هو أحسن. إذا يقينك في رب العالمين وحسن الظن برب العالمين كما تقول الله تعالى في
في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء. ظني بأن الله راه مخبي لك واحد المفاجأة اللي هي جميلة جدا. شي عائلة إن شاء الله تعالى اللي تحضنك وتكون طيبة معاك وتكون تعيشي في سعادة. راه ماشي راه شوف ديك العلاقة مع الزوج فقط إلا كانت نعتبرها أنها طيبة وما كاين شيء مشاكل يعني كبرى وما كاين شيء وكاين واحد النوع ديال المودة والرحمة كاينة، ولكن تصوري إلا كانت شي عائلة اللي هي مسيئة لك راه صعب جدا بأنه تعيشي راحة البال. فإذا رضي باختيار الله والخير قدام. تي مازال صغيرة الحمد لله، ديري أهداف معينة، ديري بأنه الزوج اللي بغيتي تمني أن تزوجي به عنده واحد مواصفات معينة كذا وكذا وكذا، ولكن هذا الشيء ما غادي يجيك ألا الزهرة إلا بالعلم. الله يرضي عليك لما توجهي وسمعي الدروس في المسجد، دروس الأساتذة الوعاد الواعظات، سمعي تعلمي الحروف، قري كتب، تعلمي أنت فرصة هذه باش تعلمي شنو هي الأسس ديال الزواج أولا، شنو خصك تعطي ثقتك في نفسك تكونيها، تعبيرك على نفسك يكون احسن، تجلسي مع الناس وتتكلمي كيف ما بغيتي وكيف ما بغيتي تعبري. لانه تصوري الا بقيتي بهذا الحال وتزوجتي شنو يوقع؟ يوقع ادنى مشكل ما تعرفيش تعبري على نفسك، تدخلي في حاله الاحباط، تدخلي في حاله ديال الاكتئاب، تدخلي ربما في حاله حزن، وهذا الشيء ما بغيناش. الله يوفقك والله يسر امرك. مرحبا، باقي عندها سؤال ثالث لكن ربما انقطع الخط. نعم لاله حياه من بولمان. الو السلام عليكم. بومالن عفوا. نعم بومنداد. بومنداد اش من منطقه لحياه هذه؟ اقليم تنغير. تنغير مرحبا تبارك الله. تنغير وقعت مقوله. ايه مرحبا. الناس ديال الورد والورود ما شاء الله. الرومانسيه جايه من عندكم ولا لحياه؟ طيبوبه الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك علينا وعليكم ان شاء الله الخير. بغيت نخش نسولك، عندي واحد المشكله بنت اختي. ايه ولد اختك؟ بنت اختي. بنت اختك اليوم تعلقوا الطابلوات ديال المدرسه. ايوا وسقطت وتقعت. صافي قلت لك علاش سقط؟ اش من مستوى؟ السادس. وسما بغات كاع لينا تسكت، ما بغات تاكل، ما بغات مسكينه شي حاجه حاضيه غير البقا. لا اله الا الله. واش كانت تقرا مزيان قبل، كانت تدير مجهودها اولا كانت غير كتلعب ودابا عجاها الندم؟ لا المشكل تتقرا واللي ما عندهاش الجهد ديالها. ما عندهاش اش؟ الجهد ديالها ما عندهاش باش تقرا. داك الذكاء ما كاينش. عندها صعوبة في التعلم، ربما عندها صعوبة. من صغرها هي مريضة لينا مسكينة. مالها؟ حاجة مالهاش مال؟ صغرها هي مريضة عايشة غير بالدوايات وداك الشيء. شنو عندها؟ شنو من مرض؟ عندها الميكروبات. وصافي والأسد ديالها دابا لحد الآن دابا الأسد ديالها. الميكروبات فين؟ فين عندهم بالضبط؟ في المعدة ديالها مسكينة. وما تقدرش تمشي يوما في المدرسة وتجلس سيمانة. وصعوبة عندها القراية. ايه الحلقة الثانية هكاك طاحت لنا مريضين ونص دوزات ونص ما دوزاتوش. مسكينة. ودابا فاش دارت البنات كاملة صحاباتها كلشي كانت عايشة كاين هنا كلشي من غير هي وحدة. انتوما كنتو متوقعين هذا الأمر ولا لا؟ عرفنا. هيئتوها ولا ما هيئتوهاش؟ هو قلت لها أنا اللي عندها اللي عندي معاها بزاف. قلت لها حبيبي هاد العام ما تجيبيهاش، واخا درتي ما تجيبيش هاد العام ديالي العام الجاي إن شاء الله. قلت لك لا أنا حطيت ودرت كلشي. ولكن راه ما حضرتش شي نهار كنظن. لا 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 حضرات. ايوا حضرات وليني واخا هكاك. لا قلتي لي في البدايه شي حاجه ما كملتهاش اولا شي حاجه بحال هكذا. لا وي واخا هكاك هي ما تقبلتش هذاك الموضوع. لا اشرحي لي باش نفهم الحياه. الله يعطيك الصبر. واش ما كملتش موضوع في امتحان اولا ما مشاتش شي؟ لا واحد السؤال اللي ما كملتش هي هكذاك. واحد اللي ما كملاتش في مادة وحدة، مادة وحدة فرنسية ما كملاتهاش. علاش؟ مرضات. مرضات هذيك هي الصعوبة ديالها دابا مسكينة. واخا حياة نجيو حنا للمشكل اللي هو بالنسبة لها عائق. نعم. مشكل عضوي. هذا المشكل العضوي كيفاش تعاملتوا معاه؟ ما يمكنش ما غاديش يكون حل لهاد الميكروبات ديال المعدة. واخا هكاك عايشة بأدوية متبعي لها الدوايات ديالها ياك؟ عنيت
كيف ما يعني مزيان الامور ياك غدا؟ مزيان الامور. شنو تيقول لكم الطبيب؟ تيقول لنا والو. ويلي انتم ما كتمشيو عند الطبيب تيقول لكم حتى حاجه؟ فين هو التواصل؟ خصو يكون التواصل. تفهموا من حق المريض انه يفهم الحاله ديالو ولا يفهم الحاله ديال الشخص اللي مشى معاه، مو باه وليداته. تسولوا، خصكم تسولوا، ماشي تاخذوا غير ديك لوردونونس والدواء والسلام. لا، تعرفوا طبيعه المرض وانتم تمشيو تبحثوا عليها. نعم. تيقول لك مريضه صافي هذا الدواء تشربوا 15 يوم تنوض وتطيح. عندها جاتك المناعه وداك الشيء. اذا المناعه باش تقوى، كيفاش تقويو لها نتوما المناعه ديالها؟ العاطفه ديالنا كلشي. هي العاطفه مهمه، ولكن بالنسبه لبنيتها شحال عندها دابا بالضبط؟ دابا 12 عام. كدير شويه الرياضه؟ لا كديرش. ايوا اللي خصها شي شويه ديال الرياضه بالقدر اللي تستطيع، يعني واخا غير ماشي. واش كنت كنضحك تضحك، ما عندهاش مع الضحك بزاف، ما عندهاش شي حاجه. الا حطيتيها في بلاصه تلقى في بلاصه. هكذا كانت ملي كانت صغيره؟ ملي كانت صغيره من تحت الكرش امها هي. علاش ايوا هكا صافي. ماماها بحال هكذاك، عائلتها بحال هكذاك، شكون اللي بحال هكذا؟ حتى واحد. انا ما تنسكتش كنضحك، ماما هكاك، بابا هكاك. اذا كاين شي تقصير في جهه من جهات، يعني المقصود اولا في اسلوب الاساليب التربويه. واخا حياة نجاوبك ان شاء الله. مرحبا. مرحبا بك لالا. اذا هنا لما تيكون واحد المرض اللي هو عائق عند طفل معين، بطبيعه الحال تنديروا مجهودنا في العلاج، وكنديروا واحد النوع ديال التنويع ديال العلاجات. تنويع العلاجات بمعنى المواد الكيميائيه، ها هي الادويه، ها هي تتاخذها لبنيتها ونتبع الحاله ديالها. وان كان انا تنبغي وتنصح الناس بانهم يحاولوا يفهموا الحاله ديالهم، يحاولوا يفهموا الحاله ديالهم من خلال الطبيب، وكذلك من خلال انه يبحثوا على الامر. الحمد لله الان الكتب متاحه، المواقع الطبيه والعلميه متاحه، فممكن انه يعرفوا واحد، يكون عندهم درايه بالمرض باش تعرفوا شنو هي المضاعفات ديالو، وشنو هي الاعراض ديالو، وشنو هو نسبه التفاعل مع الادويه. علاش؟ حيت الى عرفنا الاعراض غادي نقولوا بانه واش هاد الاعراض نفسها اللي عند هاد الشخص، ولا كاين شي مشكل اخر. يقدر يكون شي مشكل بالنسبه، قلتي ما كتضحك شيماء، اذا هنا كنفهموا. لما كتفهمي المرض كتعرفي حدود نطاق هاد المرض، شحال المعطى ديالو من حيث الاعراض. واش هو تيدير هاد الحاله حتى هي النفسيه وحاله من هبوط المزاج او لا؟ هاد الشيء كنتكلم بشكل مجمل على جميع الامراض عموما، هكذا خصنا نفهموهم. لانه لما كتفهم الاعراض وكتفهم البعد اللي ممكن تيمشي معه المرض، فكيسهل عليك بانه كتحاول تعالج وما كتبخص شي حاجه حقها. بمعنى يقدر يكون هنايا نتوما كل شيء هاد الحاله هادي رديتوها غير الميكروب، ممكن تكون واحد الحاله نفسيه مرافقه وهنا ما رديتولهاش البال. ممكن يكون عندها اكتئاب الاطفال، ما رديتولوش البال. اذا هادشي علاش نقول لكم المرض اللي عندكم ولا عند وليداتكم ولا عند والديكم ولا عندكم نتوما، حاولوا ما امكن تبحثوا عليه وتعرفوا الملابسات ديالو كامله. نعطيكم مثال: الغده الدرقيه. لما تيكون نقص في الغده الدرقيه، في افراز الغده الدرقيه، تيحس انسان بواحد الخمول، واحد المزاج اللي هابط، تيحس براسو كانه مكتئب. واحد احيانا تجيه واحد الرعشه، احيانا تجيه البروده. يعني كاينه اعراض لمرافقه المرض. فالانسان اللي تيكون فهم هذا، ممكن انه تيخلي هذا الفهم ديالو الاعراض تيواظب على الدواء. حيت بعض الناس ياخذوها بانها امر بسيط جدا، شي مرض معين وخلاص، ماشي بالضروره ان نتبع له الدواء او لا ناخذ له او لا. لما تعرف بانه راه اعراض اللي كيحس بها وكتزعجو في حياته وكتشكل له واحد العائق، راه سببها هو داك المرض اللي تيبان له بسيط وما خدالوش الادويه ديالو بانتظام. ولان بطبيعه الحال الطبيب ما تيشرحلوش هذه المسائل كامله وتيوضح له هذه المسائل وتيقول له ها الاعراض ديالو هكذا وهكذا وكذا، فهنايا تيبقى داك المريض تايه. يعني حاجه كتجروا الحاجه، مرض تيجروا المرض. فاذا مزيان تفهموا، والبنيته ما فيها باس تعرضوها على اخصائي نفسي اللي يقدر يشخص لها الحاله ديالها ويشوف ياك ما عندها شي نوع من اضطرابات نفسيه او لا كابه او لا. هنا نرجعوا للطريقه ديال التعامل مع الاطفال. التعامل مع الاطفال اللي تيكونوا مرض، والتعامل راه ماشي بالضروره
ماشي بالضروره انه الا كانوا الوالدين ناشطين غيكونوا وليداتهم ناشطين. راه المساله كتعلق بنمط التربيه، بطريقه التربيه. كيفاش نتوما ربيتوا وليداتكم؟ نتوما في واحد الحاله مزاجيه مثلا معتدله ومتوازنه، لكن واش درتوا نفس الاسباب اللي عشتوها نتوما ونفس التفكير اللي عندكم نتوما نقلتوه لوليداتكم، ولا خليتوهم عرضه انهم يعني يشوفوا نفوسهم بواحد الطريقه اللي هي كتسبب لهم امراض؟ هذا المثال هذا ديال البنيته اللي كتقرا وهي متفوقاتش في دراستها، خاص اولا تعطيوها واحد النوع ديال القبول ديال المرض، تقبل المرض ديالها، تقبل المرض ديالها من خلال انه كتقول لها شوف بنتي راه انت ماجوره على هذا المرض. اذا ها انت عطيتيها واحد الدافع اللي تقوي لها مناعتها النفسيه ومناعتها الجسميه، بانه الحمد لله هذا الشيء، باش ما تبقاش البنت تقول علاش انا من دون البنات وعلاش مالي وقع لي هذا الشيء وانا، بالعكس الله تعالى اختاركي، اذا الله تعالى بغالك الاجر بغالك الثواب. والله عز وجل اذا احب عبدا ابتلاه، انت في رعايه المولى سبحانه وتعالى، انت عطاك واحد النقص في شي حويجه راه ربي غيكمل لك في امور. اذا ها الطريقه الاخرى اللي مثلا تخلي نفسيتها مرتاحه، ها هو طريقه العمل اللي كتكون طيله السنه، تقنيات معينه. الا كانت بنيته عاديه اللي غادي تراجع وغادي تحفظ ربما في ساعه ولا في ساعتين، بنيته اللي هي عندها نوع من هذه كتسمى كانها اعاقه، يعني اي انسان اللي عنده عدم القدره على ممارسه شيء معين بواحد الكيفيه اللي هي مطلقه وجيده، راه هي اعاقه، نوع من الاعاقه، هذا في مفهومها الواسع. اذا هاد البنيته خصنا نعطيوها 4 سوايع عوض ساعتين، لكن هاد 4 سوايع ما تكونش شيء متتاليه، تكون مقسمه. الامر اخر اللي تيخلي البنيته انها تكون في صحه نفسيه جيده وفي صحه جسميه جيده، هو انها نوعوا لها مما يقوي المناعه، ممارسه الرياضه، أنشطة مع زملائها، ما نمنعوهاش من الأنشطة متعددة، تكون عندها واحد النوع والنمط ديال التغذية اللي هي خاص بها ولكن ما يحسسهاش بأنها ناقصة أو كذا، نديروا لها تغذية تكميلية، وننصحك بلاكوبانكتور بالحجامة، حجامة راها مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط الهندي أو القسط البحري، اذا يعالج كثير من الامراض القسط البحري، وكذلك الحجامه مثبته علميا. كذلك يعني لوميوباتي، يعني العلاج التجانسي او العلاج التكميلي، لوميوباتي راها مهمه جدا، هو علاج غير كيميائي، علاج طبيعي جدا، ممكن انه تاخذوه فبطبيعه الحال باستشاره مع الطبيب، او للناس اللي عندهم درايه كبيره وتقراو على هذا النوع من العلاجات، فممكن انه كيقدروا يستعملوها لوميوباتي يعني من نفسهم ذاتهم الا كان عندهم درايه كبرى. لكن ننصحك انه تمشي عند انوميوبات اللي يقدر يعاونك ويساعدها بشكل كبير في هذا الامر هذا. الله يوفق. العسل الحر راه مهم جدا، تقوي المناعه، الحبه السوداء، هذا الشيء بكله يعني عن طريق طبيب اللي هو مختص في الاعشاب الطبيه، ونسال الله تعالى الشفاء والدواء للجميع. معنا لزينب من قنيطره. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، مرحبا لزينب، اهلا وسهلا. ربي يخليك. الله يبارك فيك على هذا البرنامج. الله يبارك فيك. امين لزينب، والدينا والديكم ان شاء الله. عرفت عندي واحد المشكل اللي جات على خاطرك. ايه تفضلي. المشكل اللي عندي هو المهم درت انا شي ظروف صعيبه في الصغر ديالي، والدي كانوا مفهميش مع بعضياتهم، المهم كان شي ظروف خايبه بزاف كاع، لدرجه ان الوالده كانت كتدخل الوالد ديالي وكنت كنشوف داكشي كلشي، المهم داكشي باقي مأثر فيا بزاف. شحال عندك من عام زينب؟ 25 عام. وبغيت نمشي للطبيب، وحتى مشيت للطبيب وشويه تراجعت، ما بغيتش نكمل. لقيت مع راجلي اللي هو دابا راجلي. المهم ما بغيتوش، ماشي ما بغيتوش غير هكاك، لحقاش هو صغير عليا بعام. وديك الساعه صافي بقيت فاهمني بزاف، مرتاحه لي وكل شيء. السبب الوحيد اللي ما اقتنعتش به هو هذاك العمر اللي بيناتنا، ما اقتنعتش به. المهم بقيت سولت واقنعني وقنعت راسي وسولت، وكنصنط لك دائما كتقول لي بلي ماشي مشكل. عام شويه، عام والو زينب. ما
تزوجنا بقينا عايشين الجواز ديالنا في الاول كان غادي مزيان فهمي داك الشيء. قالها لما نضرهم قلت لي قولها ما نضركم ديك الساعه نسمعهم شنو باغني واش موافقين ولا لا. سمعت الوالدين ديالو موافقين ولا لا فاش زواج ككل ولا هذا هذا الامر اللي اعتبرتيه انت مشكل على العمر على العمر يلا سير بغا وعجبهم الحاجه قالوا لي كون جيت فهمت وياه عمر ماشي بيناتكم داك الشيء. واحد اللحظه وقع واحد المشكل بسيط بيني وبينه صافي قالها الوالده ديالو صافي ديك الساعه صافي كرهتني قلبات عليا صافي عيطات لمالين دارنا قالت لهم هاد الزواج هذا بلاش منه وشو سيرو. هادشي قبل الزواج في سرد الخطبه؟ لا كنا ضربنا العقد. كنا ضربنا العقد قالت لهم صافي سيرو طلقوا بنتكم ما عندي ما عندي ولدي ما يدير بها. صافي ديك الساعة هو ما بغاش قال لي انا ما يمكنش انا نتفلع على بنت الناس انا ضربت فيها العقد ما يمكنليش انا نطلقها. ديك الساعة تزوجنا صافي بالرغم من اللي ما بغاتش وداك الشيء تزوجنا صافي سكننا مع بعضياتنا. في واحد اللحظة كنكتشف باللي هو اي مشكل كيعطيه كثار من الحجم ديالو. ايوا داك الشيء حيت صبرت وبقيت بقيت هكا كان مساير شويه دابا هذاك الشيء اثر عليه خرج لي حتى خرجوا لي شي طفح جلدي شي حاجه فملي مشى يعني مضطر شويه مع الصب. ايوا ملي مشى الطبيب قال لي اضطرابات نفسيه ما عرفتش باش نساعده حتى من الوليدات خايف كيقول لك لا انا ما نولدش دابا انا وانا كنقول لي واخا ما عنديش مشكل بالله علينا. شحال عرفتيها زينب شحال عرفتي راجلك المده قبل الزواج؟ تقريبا شي شهرين هكاك. شهرين شنو بان لك في هذيك الساعات؟ ديك الساعة بلي كاع داكشي اللي كنت كنشوفو كان بغيتو بغيتو ما بالكش فيه هاد القلق اللي عنده ما بالكش فيه هاد التوتر؟ لا ما بانش صراحة. كيفاش يعطي الأمور كسر من حجمها شنو؟ دابا بحال أبسط الأمور يشري شي حاجة خاصو يسول صاحبو ويسول في الشوانت كاملين ويعيط ويسول ما خاصو يتأكد من الجودة ويتأكد من الثمن واش ما غاديش يضحكوا لي ولا 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 يعني هادو هي أبسط الأمور. وبحال هذا عادي إلا كان بمقياس معين عادي فيه دراسة كأنه كيدرس الحاجة غير ما يكونش فيه إفراط حسب الحاجة واش عندها شي قيمة يعني ثمنها شويه عالي اولا شي حاجه اللي راها بسيطه شنو تيبان لك انت يا زينب؟ كيبان لي بحالاش مثلا غيشري وغيبقى يسول هنا ويسول صحابه ويسول واش مثلا سياره واش فراش ديال الدار لا لا واش لا لا لا. ابسط الامور غير التليفون. أيه. انا كيبان لي هادشي ماشي طبيعي. لا 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 بلاتي يا زينب باش هاد النقطه ما نفوتوها شيء ماشي مساله ماشي طبيعي المستوى المادي ديال راجلك عادي بساطة خدامين بجوج عادية. عادي يا زينب زين كمل عاود كيبقى دابا بحال هكا ملي كان يدير لي شي حاجة كيجي يطلب مني السماحة كنسامحو في البلاصة عادي أما أنا واش كندير شي حاجة ما كيدوز علي دغيا كيبقى شادها ليا واخا هادشي هذا كيضرني كنقول انا علاش انا كنسامحو دغيا هو ما كيسامحي وانا عاود عندي مشكل ديال صافي من نهار تزوجت بيه كنت مزيانه بيه باش كنت بديت كنخدم وداكشي خدامين في نفس البلاصه ديك الساعه بحال بدات الهضره علينا وداكشي داكشي اثر فيا دابا وليت موسوسه مع راسي كنشوف اي جوج كيهضروا كنقول عليا كتشوف كيفاش بدات الهضره عليكم شنو طرا شنو وقع؟ حيت تزوج بيا وانا كبيره عليك يعني. لا 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 شوف زينب انت اللي عندك المشكل في تفكيرك انتي شوف بعد مرات الحاجه تنكونوا لابسينها ياك شي حاجه وعارفين واحد العيب فيها واحد بليصه وديك البليصه ما بيناش لكن حنا لما تنكونوا خارجين الشارع كنظنوا بانه كاع الناس كيشوفوا لنا على واحد البلاصه اللي راه مقطعه شي شويه ولا فيها شي حاجه اللي شاف فيك كتقول صافي راه بانت له ديك البلاصه راه اللي شاف فيك اللي قال لك السلام عليكم وهضر معاك وضحك ربما كتقول راه بانت له هي في حين ديك البليصه راه ما بيناش مثلا هكذا اللي وقع لك انت يا زينب. وحاجه اخرى الله يجازيك بخير كنبقى دائما مع راسي اي غير مع راسي كنهضر الهضره في راسي هكا كنقول انا غادي نشرب كبيره نشرب والله يهديك زينب الله يرضي عليك زينب
عافاك عافاك انا مزاوقه في كازين. واش كتهضري لي على هام؟ راه ما هي 10 سنين ما هي اكثر. علاش لا الا علاش تشرفي قبل منه؟ شوف هذه فكره خاطئه ومغلوطه. عرفتي منين جبتي انت هذا الشيء؟ جبتي غير من ديك الموروثات اللي الناس تبقاو يقولوها. واش صحيحه؟ واش صحيح بانه فعلا راه بالعكس ما يلاحظ احيانا بانه الرجل تيشرف اكثر من المراه. راه شنو المشكل فين كاين؟ الناس تربطوا بين الانجاب ديال المراه او لا وصولها لسن انقطاع الطمث بانها راه صافي المراه كانها ما بقاتش صافي ما بقاش عندها داعي وما بقاش عندها واحد الدور ما بقاش عندها، فبالتالي تيقولوا ملي انتهت من الانجاب راه صافي انتهت راه شرفات. لا ماشي. شنو هو الشرف؟ شنو هو الشرف وشنو هو الهرم وشنو هو الشيخوخه؟ هي عدم القدره ديال الانسان على ممارسه اعماله بشكل عادي وشكل طبيعي. مثلا امراه عندها 50 سنه والرجل عنده 50 سنه. اولا الرجل دائما عنده قوته العضليه واخا تكون المراه عندها 20 وهو عنده 20، ديما هو اقوى منها عضليا ياك. الرجل لما توصل 50 لما توصل 60 لما توصل 70 واش تبقى عنده نفس العطاء في الخدمه وكيبقى عنده ديك نفس ديك الحيويه والنشاط كيف ما كان، خصوصا لما كان شي تيزاول الرياضه واش يبقى في نفس المستوى؟ لا ما كيبقاش في نفس المستوى. اذا علاش هذا الامر كنساوه عند الرجل وكنطبقوه على المراه؟ راه نفس الشيء. اللي مهلي في راسو زينب مهلي في راسو. راه كاين الناس اللي عندهم 60 سنه و70 سنه وما شاء الله جسديا وبنيه وشكلا وجمالا احسن من واحد عنده 30 عام. شوف هذا واقع، راه هذا واقع كاين. والعلم ليش كيستند؟ العلم كيستند الى التجربه وإلى أمور اللي هي منطقية وعلمية يعني. إذا الواقع كيثبت لنا عكس هذه الفكرة. أما أنت باش تجيبي فكرة بأنه راه المرأة كتشرف قبل من الراجل، المرأة كيفاش كتشرف؟ شنو بغات؟ بغاوها تكون مفتولة العضلات وتضربوا شي ضربة طيحوا يعني وتكون ندخلوا في واحد؟ لا 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 ماشي منطق هذا وماشي موازنة. المرأة دائما مرهفة المشاعر، المرأة دائما قوتها العضلية أضعف بكثير من الرجل. فإذا شنو المرأة فاش كتبلى 50 سنة والرجل حتى هو مثلا 50 سنة أشنو؟ راه نفس تقريبا الأداء اللي كان عندها قبل كيف ما هو خف عندها كيف ما تيخف حتى عند الرجل، حتى عند الرجل مثلا. هذا غير مجرد مثال، ما كنحددش 50 سنه بالضبط انايا. اذا هذا التخوف اللي عندك تخوف غير معقول. شحال من فكره كتكون عندنا في بالنا كنظنوا بانها صحيحه وكتخلي عندنا واحد الاحاسيس سلبيه وكتخلي. انت تبارك الله عليك وصلت عندي شابه، انت ولات عندك مثلا شحال عندك دابا قلتي 28؟ لا انا عندي 25. 25 هو عنده 24. غادي تكون عندك انت 30 هو عنده 29 ياك. غادي تكون عندك انت 40 هو عنده 39. شنو الفرق؟ شنو الفرق قولي لي؟ غير قولي لي بين واحد عنده 39 واحد انت كشخص انت بوحديتك انت مثلا دابا مقبل عام كيفاش عندك الامر؟ كاين شي اختلاف كبير؟ ما عندي حتى شي اختلاف وما كنحسش كاع. ايوا هذا الشيء اللي قلت لك زينب. زينب بغيتي تعيشي لنفسك ولا تعيشي للاخر؟ بغيت نعيش بنفسي. بغيتي تعيشي بنفسك بتوازن ولا بغيتي تتبعي كلام الاخر؟ الا تبعتي كلام الناس غتحماقي. كلام الناس غادي يحمقك. كلام الناس ما عمر شوف الناس عندهم موروثات. الناس ما عندهمش ماشي كلشي تيتكلم بمنطق العقل والعلم والشرع. قلبي على الناس اللي كيتكلموا بمنطق العقل والعلم والشرع. هما اللي سيري قلبي على الناس ايجابيين. علاش انت راه الا جيتي تبعتي هذا المنطق هذا ديال اي حاجه قالوها الناس انت خصك تاثر فيك ولا هذا راه غادي توصلي للحضيض. غتولي غادا وشاكه في حوايجك شاكه في راسك. لا الله يرضي عليك زينب جعلي المنطق ديالك. اش نقولوا في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تزوج خديجه رضي الله عنها وهي كبر منه ب 15 سنه. اشنو تصوري انت دابا راجلك كبر منك انت كبر منه 15 سنه تصوري؟ يمكن كان غيجيك احباط ويجيك اكتئاب ما تبقايش تمشي للخدمه انت كاع باش ما يقولولكش الناس راه كبر منه. وهذه كبر منه ب 15 لا. شوفوا الرئيس ديال فرنسا. شوف الرئيس ديال فرنسا وسعيد ويعني كيف نقولوا اون بلان بيبليك ما عندوش مشكل اطلاقا. السيده راه كبر منه بسنوات وسنوات. لا لا لا, لا, لا زينب الله يرضي عليك. شوفي علاش كتسيطر علينا فكره معينه؟ كتسيطر علينا لانها ما عندناش فكره ايجابيه. خاصك تكتبي الايجابيات اللي عندك زينب على ذاتك على نفسك. السن والعمر احنا في تقييمنا للعلاقات الزوجيه وفي تقييمنا لعلاقه اللي كتربط بين شاب وشابه السن لا يشكل مشكل.
الا يتجاوز ربما احيانا 10 سنوات، الا تجاوز 10 سنوات 11 12 سنه كنقدروا نتكلموا على مشكل من مشاكل اللي كتقدر تكون هذا من جيل وهذا من جيل اخر او لا كذا خصوصا، لكن ما تنحطوش هو السبب الاساس. شوف انا تنتكلمك على 10 سنين واكثر، 10 سنين 11 12 سنه ما كنحطوش هو الاولاني تنقولوا هاد السيد غنزوج به ولا السيد غنزوج به لا قل مني ولا اكبر مني 10 سنين لا صافي. لا، كنشوفوا الامور اللي هي الاولى اللي هي الامور الاخلاقيه، اللي هي الامور ديال التدين، اللي هي الامور الثقافيه العلميه، هذه هي الاساس، هي الاولانيه البيئيه، البيئه ديالو تفكيري تفكيره نمط تفكيره. كنشوفوا هاد الحويجات هما الاولانيين، الا كانت صالح هاد الامور عاد كنشوفوا السن. السن ليس عائق اساس. الله يرضي عليك زينب، كتبي الايجابيات اللي عندك، حقي اهدافك، خلي هاد الامر اللي بينك وبين راجلك الان ديال اختلاف نمط الشخصيه ديالك انت، ما عندكش شويه هادئه وما عندكش مشاكل في شي امور، وهذا هو تيبغي الدقه في شي امور، غادي تقبليه كيف ما هو اولا، ثم غادي تحاولي ما امكن ديري معاه انشطه وديروا انشطه متوازيه مع بعضكم، تمارسوا واحد شويه الرياضه تخليك تكوني انت مريحه، دخلي له هاد المرح قد ما دخلتي له، مثلا تعاودي له نكتات، يعاود لك حتى هو نكتات، ديروا شي فيلم ديال الضحك، قد ما حاولتي انه تجعليه شخصيا بساطيه تلقاي واحد مقاومه في البدايه، ما نقولكش ما تلقايش، لانه نتوما يلا في السنه الاولى الزواج ياك غادي تلقاي مقاومه، لكن الامر يحتاج الى طاقه منك، الى صبر، الى استعانه برب العالمين، ثم الى صبر بانه راه هذا الراجل راه فيه خير كثير غير هو نمط شخصيته بحال هكذا. اذا كاين امر اخر حتى هو ان كان يعني على كل حال طولنا شي شويش، نعم مكالمات كتنتظر، لكن كاينه امور اخرى اللي كتقدر ديريها، هو انه كتوضعي لكم اهداف وكتوضعي لكم كتوضعي كذلك الايجابيات اللي في راجلك تكتبيها حتى انت وتقول له ها انت شنو رايك في هذه، عسي غادي يفرح اولا بانه انت كتنظري له واحد النظره ايجابيه، اي فرح بانه ربما اكتشفتي ايجابيات اللي فيه وغتنمتيها. مثال انت في هذا المجال هذا انه كيبغي الدقه، لكن الدقه قول له بانه مطلوبه في شي امور، ولكن نسبه الاحتمالات ديال السلبيات خاصها تكون مطروحه وتريحك. ممكن شري انا التليفون، نشري التليفون وغادي يبان لي بانه سقسيت وسولت وكذا، هذا مزيان هذا ماشي مزيان، هذا امر عادي اي واحد يسول، ثم لكن راه فيه واحد الحاجه اللي كتخليه مثلا شارجور ديالي ما تيقبضش اولا الباتري ديالو ما كتقبضش اي مزيان. اذا عنده ايجابيات كثيره لكن الباتري ديالو شويه ضعيفه، اذا كنحطها كنتقبل هذا الامر بحال هكذا، قول له حط الايجابيات وحط السلبيات في اختياراتك كامله، وبعد ذلك تقبلها، علمي القبول، نسال الله تعالى لك الخير والتيسير. معنا لاله اسماء من فاس. الو السلام عليكم. الو لاله اسماء، مرحبا. عليكم السلام اختي امل، كي دايره؟ الله يبارك فيك، بارك الله فيك اسماء. يعني شنو نقول لك اليوم، انا محبه اول حاجه بقى فيا الله يبارك فيك، انني مع امل على الخط. الله يبارك فيك اسماء، الله يكبر بك اختي، بقيتي شنو فرحانه اختي، ربي يخليك. الله يخليك، يعني انا غشت لي معك الخط، ربي يخليك. الله اكبر، لا اله الا الله، خصنا الحليب والتمر اليوم ياك ياك اسماء. والله والله العظيم، مرحبا مرحبا، نهار كبير هذا، الله يكبر بك اختي، بارك الله. يعني كنت كنقول انني غادي نهضر مع امل حلم، الله اكبر، الله يكبر بك اختي، الله يجيبنا في الصواب. مرحبا اسماء، مرحبا بك، الله يفتح عليك ان شاء الله، يعطيك ما نويتي باذن الله. امين امين اختي، الله يبارك فيك. مرحبا. اول حاجه سمحي لي انني شي متوتره اول مره. ايه مرحبا. بعدا تقولك الله يجزيك بخير على البرنامج هذا، الله يبارك، برنامج زوين بزاف، ربي يخليك، شكرا لك سنتي على المتابعه، شكرا لكم جميع. شكرا اختي. انا عندي مشكل مع الخطيب ديالي. حنايا اول حاجه بعدا باش نتجمعوا تحدينا بزاف ديال الصعوبات، يعني من العائله ديالو او حتى من العائله ديالي. يعني شنو نقول لك، يعني انا كنت مرتبطه به بزاف، من بعد مي افيك لو طون يعني تفرقنا بلا وما نكذبش عليك. اشوف كندير الصلاه في الوقت، قيام الليل،
نقول يعني ان فلان غادي يعاود يرجع شي حاجه مستحيله. لا اله الا الله. وين في الصلاه تاع كل الحمد لله والديه وافقوا والوالدين على الشيء يعني كتقول ان هادشي حاجه مستحيله والله حتى حاجه مستحيله على سيدي ربي سبحانه وتعالى حتى حاجه مع الحمد لله. ولكن يعني دابا لقيا معاه مشكل. اول حاجه عصبي والغيره الغيره الغيره بزاف الغيره هي كتكون سبب في المشاكل ديالنا. انا صارت يعني دابا كنقول له ديك الساعات في رمضان وكذا راني غنمشي مثلا للجامع في التراوح يقول لك لا وانت كتخرجي ورجلك يكونوا مخلطين وكذا وغيبقاو يشوفوا فيك وهادي وهادي لا راني غنخرج كذا وكذا خرجي ولكن يدك ما يبانوش وجهك ما يبانش صوتك ما يبانش كلشي ما تبانش حتى وجهك ما يبانش يدك ما يبان حتى وجهك ما يبانش يدك ما يبانش شنو زعما مطلوب النقاب ولا اش ولا يعني بشي طريقه معينه تهبطي الفولار او بحال هكذا ولا غير كلام وصافي يعني مبالغه وصافي لا 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 لا, 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 لا النقاب باش ما يبان فيك والو ودابا يعني وصراحه انا مكنتش لقاش باغا وكذا كنقولوا يعني اول حاجه انتي قادره تحملي هذا الشيء اسماء انتي قادره صافي انتي مقتنعه انتي بالامر هذا امر كيخص انا مقتنعه الامر يعني يعني كتشكي يعني كنحي الدنيا ولا كذا يعني كيعاوني واخا كيزيد كيتبني للقدام فهمتي بحال مثلا شحال بحال هكا ولكن دابا المشكل اللي دابا ما كنعرفش بحال نتعامل مع العصبيه ديالو لحقاش الخدمه ديالهم شويه في شكل كيكون يعني معصب على طول الوقت ما كنعرفش بحال يعني يمكن له مثلا غنعيط عليه نسول فيه ولا كذا حتى كيغوت عليا ولا كيضر فيه شي حاجه بحال هكا وانتقاد لهذا الشيء اسماء يقولوا لي حتى هو انتقاد اسمع واخا بلاتي نسولك الله يرضي عليك انا دابا كنسولك واش انت قابله انت قابله انت قابله حتى نعرف بعد الامور كلها اللي انت قابله هاد نجاوبك اسماء شنو السبب اللي خلاكم في الاول كتنفصلوا عاد كترجعوا لبعضكم شنو السبب ديك حنايا كنتسنى واحد الفكره كنقولوا زعما بان الواحد اللي كنبغي كيجي لداركم وكيخطبك ماشي كاعك اعذار يعني ماشي اي واحد يقول لك والدي ما بغاش وغادي تيقيه هذا ولا واقيلا لا هو راكي يعني راكي كذب يعني باغي غير زعما الفرصه اللي يستغلك فيها صافي انا كنبقى مصره على واقول ليها لهم وطلبهم علاش ما بغاوش علاش ما بغاوش شنو السبب اللي قال لك هو لحسب البعد من ناحيه اش اش من البعد البعد ديال الطريق وقال لك لا حتى الثقافات ماشي ما فهمتي زعما حتى من ناحيه المهم يعني بزاف د الحوايج ماشي ماشي بحال الحال صافي من بعد ودابا وافقوا ودابا وافقوا كيف لقيتي العلاقه معهم مزيانه لانني ما كنمشيش عندهم يعني زوينه عندك هادي اسماء زوينه حيت ما كنمشيش عنده ايوا ويلا مشيتي عنده واش غيوقع؟ ما عرفتش المهم انا دابا في التليفون بحال هكا كنهضر مع امك كيهضر معايا يعني كيجيو مزيانين لا واخا ما مشيتوش عندهم ما جوش عندكم ما جلستوش مع بعضكم مزيان ما هضرتوش هادشي كله مطلوب في فتره ديال الخطوبه لحق اسماء واخا قولي لي بعدا شنو كديري انت دابا انت ما خدامه ماشي ياك لا ولكن كنقرا كتقراي فايش كتقراي كنقرا صفات ديال الدراسات الاسلاميه مزيان المستوى المستوى الدراسي ديال خطيبك مستوى الثقافي حتى ليسونس اجازه هو موجز التوجه ديالو في التدين نفس التوجه ديالك انت نفسه يعني المرجعيه ديالكم لما كتبغيو تدينوا شنو كترجعوا ليه ياش يجيك سؤال شويه غريب ولكن مرجعيتكم في التدين شنو هي المصادر ديالكم لما كتبغيو مثلا تلتزموا بامر معين كتب انترنت هكا
كتحترموا المذهب المالكي في يعني في التزامكم الشرعي والديني، ولا كتاخذوا من اي مذهب المذاهب؟ لا المذهب المالكي بزاف عاد باش المهم اللي حضر الخطيبك، خطيبك حتى هو نفس الامر، ولا عنده ميول الى مثلا علماء الشرق او لا شي حاجه؟ لا ما عندوش ميول الشرق. ياك علاش اسماء كنسولك؟ حيت مهم جدا يكون عندكم واحد التوافق، مهم جدا يكون عندكم توافق في التدين ديالكم. انا ماشي مساله عندك تخافي ولا شي حاجه، مساله اتهام ولا لا 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 هذه مسائل شرعيه دينيه اللي تنعرفوها وتنعرفوا ان المصادر ديال بعض الشباب كتختلف. فاذا الا كان واحد الاعتراف ضمني واعتراف حقيقي بانه حنا عندنا خصوصيتنا المغربيه حتى في التدين ديالنا، حتى في التدين ديالنا بمعنى عندنا المذهب المالكي، عندنا العقيده الاشعريه اللي كان نعتمد عليها، عندنا التصوف السني بطبيعه الحال بالاضافه لاماره المؤمنين، وهذا هذه اسس بالنسبه لنا، هذه اسس اللي كنمشيو عليها في المنهجيه التدينيه ديالنا. ياك ثم إذا كان الإنسان عنده واحد طبائع خيدها من التدين على أساس أنه خصو الدين يطبقه في راسه وفي مراته بواحد طريقة عنيفة، هذه ما مقبولاش، هذه ما مقبولاش. بعصبية وتوتر أسيدي سير حتى تخلص أنت من العصبية. والدعوة إلى الله تعالى تحتاج إلى صبر، الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى أنه إنسان يقنعك بكلامه كيف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم تيدير، وكيف ما هو مصدر في القرآن الكريم، وكيف ما الله تعالى اعتمد هذه الأساليب حتى مع المشركين ومع غير المسلمين. فإذا إلا كان هو من ذاك النوع أسماء اللي يقول لك أنا بغيتك ديري هذه والسلام، بغيتك ديريها لا سمعيني أنا راجلك خصك ديريها، فالأمر صعب. غتحملي اليوم غتحملي غدا، فترة الخطوبة باقي نجيده باقي كذا، لكن فترة ديال الزواج وفي الممارسة اليومية الزواج غتلقاي صعوبة. تعلمي وعلميه، والآن فرصة طولي فترة الخطوبة، أنا ننصحك فترة الخطوبة طوليها. أنت عندك نجيده عاطفي ليه ما قلنا شيء، لكن جيدة بالعاطفي خصو يكون متوافق مع العقلي، وإلا غتمحني من بعد. أسماء الله يرضي عليك، أنت بنت طيبة وبنت خلوقة ما شاء الله ومتدينة تبارك الله، وعرفت الوقت تول ولكن نكملها للا سعيدة. إذا عندك هذه المميزات اللي هي رائعة جدا، أما بغيتكش تمحني نفسيا من بعد، قابلة نفسيا ولكن هيجيك واحد النهار تقولي أنا مجازة بحالي بحاله، علاش ما يقنعنيش؟ خصو يقنعني بالفكره، المنطق ديالو الشرعي حتى هو يقنعني به. انا مثلا جربي بانه مثلا انت تقلبي على راي من اراء العلماء اللي هما متميزين في باب يعني البحث الشرعي وفي الفقه وفي مقاصد الشريعه وفي اصول الفقه، وقل له بانه هذا يخالف انت داك الاتجاه ديالك مثلا، وشوفي شنو غادي يقول لك، شوفي شنو، جربيه الله يرضي عليك، لانه غدا وبعده خصو يقنعك. وإلا لما كانش تشارك ديال الأفكار اللي كيعتبر بأنه المرأة ناقصة حتى في عقلها وتفكيرها، لا نعم المرأة حسيسها أضعف من الرجل، مرهفة كذا كذا، لكن ما يعنيش بأنه ما تشاورهاش وما تتكلمش معها وما تناقشكش وما كذا وما كذا. حاولي تاخدي فرصة للنقاش، فرصة أنه تعلميه أنه يحترمك وما يتعصب شيء عليك ويقنعك بكلامه، وأنا داك لك الاختيار. أنت مادام بنت متدينة ما شاء الله يكون عندكم واحد نوع من التواصل اللي هو جيد ويكون رائع، ونسأل الله تعالى لك الخير والتيسير، ومازال طولي من الاستخارة، مازال ديري استخارة، وإن شاء الله ربي غادي يخير لك كل خير وبتوفيق من رب العالمين وباعتماد الأساليب اللي هي علمية في الالتقاء وفي التواصل مع شريك الحياة، غادي تنجحي بإذن الله. وشكرا لكم مستمعينا الكرام، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.